السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه القراءة الجديدة للصحف الجزائرية والمغاربية. مباشرة نبدأ مع الصحف الجزائرية وأهم ما ورد فيها. أولا صحيفة أخبار اليوم، هناك عناوين مهمة في صدر الصفحة: بالبنط العريض 300 مليار ديون الخليفة لدى الضرائب، محكمة البليدة تواصل نشر غسيل الإمبراطورية المنهارة. الصورة الكبيرة في صدر صفحة أخبار اليوم تتعلق بالمساجد، المساجد تحت رقابة مشددة في شهر رمضان، شروط تعجيزية للاعتكاف والتهجد. جريدة البلاد كذلك فيها عناوين مهمة في صدر الصفحة: مئات الملايير تضيع في أوامر بمهمة وهمية، مجلس المحاسبة يكشف خروقات في منحها. وطبعا مجلس المحاسبة هو الذي كشف هذه الخروقات، ننتظر ما الذي سيترتب عليها. كما أننا نقرأ في أعلى الصفحة: نفكر في إنشاء أفلان تاريخي ثان، عبد العزيز زباري متحدثا باسم خصوم سعداني. وكذلك في أسفل الصفحة: إجراءات ردعية لمنع الغش أو الغش في البكالوريا، بالغبري تكشف عن إصلاحات جذرية في القطاع، والحكومة تقرر العفو عن الأساتذة المضربين. نمر إلى جريدة الخبر، عناوين كذلك مهمة أهمها بالبنط العريض: كوكتيل من التجمعات العائلية داخل مركزية لفلان، إذا كان التوريث في السلطة مجرد كلام فإنه تجسد فعلا في الجهاز. وهنا طبعا الحديث عن لفلان الحزب الرئيسي في البلاد. كما نقرأ كذلك عناوين تهم شهر رمضان المبارك على الأبواب: الحكومة في طوارئ لمنع الندرة وجنون الأسعار في شهر رمضان، 36 ألف طن إضافية من اللحوم و500 نقطة لبيعها، غبرة الحليب تكفي حتى نهاية السنة ومخطط أمني خاص في رمضان، 42 سوق جملة أخذت احتياطاتها ودعوة المستهلكين لتجنب اللهف. كما أننا نقرأ عنوان آخر مثير للاهتمام: المافيا توظف رجال الأمن لتهريب المخدرات لأنهم لا يخضعون للتفتيش بالحواجز. عنوان كذلك يتعلق بمحاكمة خليفة: كبار المسؤولين يتجاهلون محاكمة خليفة، تبون وبرطفة يغيبان بعد وزراء المالية السابقين. وعنوان آخر: 90 مليار دولار تسيل لعابة الشركات الفرنسية، مدير عام توتال زار الجزائر وعينه على مشاريع سوناتراك. وكذلك الحكومة تستنجد بأمريكا لتوفير البطاطا للجزائريين. نمر إلى جريدة الشروق اليومي: رفع قيمة الضرائب على السيارات الجديدة والتبغي والخمور. الشروق تنشر الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية التكميلي. الصحف الناطقة باللغة الفرنسية: جريدة الوطن عنوانها مختلف يبدو تماما عن عناوين الصحف الناطقة بالعربية حول الطفولة: نيغرو اون الجيري انفون ساكريفي، لوا سور لا بروتيكسيون دو لونفون دي ميكانيزم اون رونفورسي. وجريدة ليبرتي تعود للحديث عن ما يحصل داخل لفلان وتصف ذلك بالانشقاق: افلان لا كاسور. بعد هذا مشاهدي الكرام نذهب الى هذا الفاصل ثم نعود. إذن مرحبا بكم مشاهدي الكرام للتعليق على أهم ما ورد في الصحف الجزائرية. أسعد باستضافة الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ فيصل المطاوي معي عبر الهاتف من الجزائر. فيصل مرحبا بك.
بداية رأيت أن هناك عناوين مختلفة بين أخبار اليوم، بين الخبر، بين الشروق، لكن هناك كأنه عدم تركيز إن صح التعبير على ما يحصل داخل الفلان، على المؤتمر العاشر. صحيح أن الجرائد تحدثت عنه ربما حتى باستفاضة، لكن الموضوع لا يزال يثير جدل، خاصة بعد الإعلان ربما عن انشقاق داخل هذا الحزب، تكوين ربما حزب آخر. عبد العزيز زيباري يقول نفكر في إنشاء حزب تاريخي ثان، فهناك تهديد لوحدة صف لفلان. لماذا لم تركز الصحف الناطقة بالعربية أساسا، ولا حتى صحيفتكم أنت طبعا في الوطن شغال، لماذا لم يركزوا على ما يحصل داخل بيت لفلان اليوم؟ طيب، يبدو أن فيصل مطاوي فقدناه، سنحاول التواصل معه من جديد. كنت أقول طبعا أنه العنوان الرئيس المهم في الحياة السياسية إن صح التعبير في الجزائر هذه الأيام يتعلق بالمؤتمر العاشر للفلان، جبهة التحرير الوطنية، والانتصار الذي وصفه به كثير من المراقبين، انتصار سعداني على رأس هذا الحزب. طبعا هناك عناصر جديدة من الحزب انضمت إلى الحكومة، البعض قال إن هذه انضمام عناصر جديدة من الحزب إلى الحكومة هو نوع من المكافأة لهذه العناصر، وهو في نفس الوقت ربما سيثير غضب عناصر أخرى كانت تأمل أو تنتظر أو تترقب أن يقع ضمها هي كذلك للحكومة. المهم هناك يعني داخل بيت لفلان هناك أمور كثيرة تدور غير واضحة، ربما بعض المحللين يعتبرون هناك ليس صراع على برامج وليس صراع على مصلحة البلاد، أكثر منه هو صراع على التموقع داخل هذا الحزب على اعتبار الاستعداد لما ربما قد يقع في هرم السلطة، في أعلى السلطة، من تغيرات قد تكون حتى مفاجئة. هناك استعداد ترتيب لهذا البيت، وبالتالي كل هذه الصراعات التي تحصل داخل البيت لفلان ربما الهدف منها الأساسي أو سببها الأساسي هو البحث عن التموقع داخل هذا الحزب. حتى نتمكن من التواصل مع الأستاذ فيصل مطاوي للتعليق على أهم العناوين الموجودة في الصحافة الجزائرية، نذهب إلى تونس بداية مع غفران الحسيني وقراءة في أهم ما ورد في الصحف التونسية، ثم نعود لاستكمال الحديث حول الصحف الجزائرية وأهم العناوين الواردة فيها. إليك غفران. أهلا زميلي سمير، تحية إليك وإلى كافة السادة المشاهدين. مرحبا. نستهل جولتنا في الصحف التونسية بصحيفة الصباح الأسبوعي التي عنونت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أكثر من نصف مليون تونسي يعانون الجوع، حيث كتبت الصحيفة أن الجوع ليس خيارا بالنسبة إلى آلاف التونسيين، بل هو واقع فرضته عليهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية. وقد قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في تقريرها السنوي عن حالة عدم انعدام الأمن الغذائي في العالم لسنة 2015، وأن نحو 5% من مجموع سكان تونس يعيشون في جوع متواصل، وذلك ما يعادل أكثر من نصف مليون من التونسيين. وكتبت كذلك أنه في تونس يوضح خبراء اقتصاديون أن منظومة الدعم لم تساهم في الحد من نسبة الفقر ولم تحقق بالفعل العدالة الاجتماعية، وكذلك اعتبرت أن الفقر هو المتهم الأول بارتفاع نسبة الجائعين. ننتقل الآن إلى صحيفة الشروق. داعش يهدد بفتوحات في تونس والجزائر وإفريقيا. كتبت الشروق أنه بعد سيطرته الكاملة على مدينة سرت وعلى قاعدة عسكرية وهي من أهم القواعد العسكرية بمدينة معيتيقة وقاعدة سبها وعلى مطار سرت ومشروع النهر الصناعي، وصل تنظيم داعش تمدده نحو منطقة الجفرة التي تحتوي على أكثر من 10 حقول نفطية يلتحم بجماعة بوكو حرام. وأوردت الشروق أن المراقبين يتوقعون نجاح تنظيم داعش في الزحف بسهولة نحو منطقة الهلال النفطي، وأنه بذلك يهدد كلا من تونس والجزائر وإفريقيا بعد أن نجح في بسط نفوذه على درنة وجزء كبير من خارطة ليبيا. ختام صحيفة التونسية تساءلت أي خفايا لحملة وين البترول.
حيث كتبت الصحيفة أن حملة وين البترول هي عنوان حملة فيسبوكية محمومة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، تحولت بعد ذلك إلى تحرك ميداني في شوارع العاصمة. وتساءلت الصحيفة بعد أن طرحت الموضوع على عدد من السياسيين ما الغاية من هذه الحملة، حيث اعتبر كثيرون أن للشعب الحق في معرفة بعض الأرقام، وأن هناك شبهات فساد في هذا الملف، وأن وفي حين صرحت الجبهة الشعبية أن أطراف سياسية متورطة. واعتبر أبو جمع الرميلي عن نداء تونس أن تونس لا تمتلك ثروات طبيعية، في حين صرح نور الدين البحيري عن حركة النهضة أنه للشعب الحق في معرفة المعلومات المتعلقة بالبترول والغاز في تونس. هذا تقريبا مجمل ما جادت به الصحافة التونسية التي صدرت اليوم. وفران، قبل أن تذهب أنا أود بس أن أخذ رأيك أنت، طبعا خارج نطاق هل ما ذكرته في الصحف التونسية، مسألة وين البترول، الحملة هذه كيف تعامل معها وسائل الإعلام المرئية والمقروءة وحتى المسموعة في تونس في الأيام الأخيرة خاصة؟ نعم، هناك بعض الوسائل الإعلام التي فتحت هذا الملف، ولكن تعددت وجهات النظر في تناول الموضوع. هناك من حاول أن يسفه هذا الحراك الاجتماعي وهذه التساؤلات التي أصبحت حامية الوطيس في شبكة التواصل الاجتماعي، من خلال أن يستقدم خبراء يسفهون هذه المطالب ويعتبرون أن لا يوجد بترول في تونس، في حين حاولت مؤسسات إعلامية أخرى أن تسلط الضوء على هذا الموضوع من جوانب متعددة باستخدام خبراء صرحوا أن هناك أرقاما لابد أن يطلع عليها الشعب، وخاصة التساؤلات المتعلقة بانخفاض الاحتياطي النفطي في البلاد من أكثر من 1,400,000,000 برميل إلى في منتصف التسعينات إلى أقل من 400,000,000 برميل خلال هذه السنوات الأخيرة. تعددت وجهات النظر بين مسفه وبين من يعتبر أنه من حق الشعب أن يعرف الأرقام الحقيقية. طيب، وخاصة ملفات الفساد المتعلقة بملفات الغاز والبترول والطاقة بوجه عام في تونس، والذي يطفو على السطح في كل وقت. واضح، شكرا جزيلا لك غفران الحسيني مراسل قناة المغربية، كنت معي من تونس، من تونس مباشرة إلى المغرب، ومعي من هناك كذلك الزميل نبيل عبد اللاوي، وقراءة في أهم ما ورد في الصحف المغربية. مرحبا بك زميلي سمير وبجميع السادة المشاهدين. الصحف المغربية الصادرة اليوم وحدها موضوع يتعلق بالسهرة الفنية التي أحيتها الممثلة أو الفنانة الأمريكية جينيفر لوبيز ضمن مهرجان موازين لهذا العام، وما خلفته من لغط وردود فعل قوية في المجتمع المدني. ونستهل الجولة بيومية التجديد تحت عنوان القناة الثانية تنقل رقصا جنسيا وعاريا بأحد سهرات موازين. فقد خلفت سهرة المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز بالدورة 14 من مهرجان موازين انتقادات كبيرة وردود فعل قوية بعد ظهورها ومرافقاتها بلباس شبه عاري وأدائها مع فريقها رقصات تتضمنت إيحاءات جنسية مستفزة لمشاعر المغاربة، ومما رفع من حدة الغضب والانتقاد إقدام القناة الثانية على بث حفل لوبيز بمشاهده المخجلة. من جانب آخر، حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة تستنكر بث السهرة وتدعو إلى محاسبة المسؤولين، معبرة عن إدانتها الشديدة لما أقدمت عليه القناة العمومية الثانية من حرمة الأسر المغربية ومن تعد على حقوق المشاهد والجمهور الناشئ. نتحول إلى يومية الاتحاد التي بدورها خصصت عنوانا لذات الحدث. عشرات الآلاف تابعوا لوبيز، ووزير الاتصال يتابع القناة الثانية أمام الهاقة، الهيئة العليا للاتصال السمع البصري التي تبقى قراراتها نافذة وغير قابلة للطعن. وفي ذات اليومية دائما الاتحاد، وفي الشأن الآخر الاتحاد الاشتراكي الحزب المعارض، يدعو لاجتماع استثنائي للجنة الأممية الاشتراكية لبحث إشكالية الهجرة، إذ تستضيف العاصمة الرباط اليوم بمقر البرلمان اجتماعا استثنائيا للجنة الأممية الاشتراكية، وسيخصص هذا الاجتماع الذي ينعقد بدعوة من حزب الاتحاد الاشتراكي لبحث إشكالية الهجرة في عدد من مناطق العالم. ويلتئم في هذا اللقاء الذي ينظم بشراكة مع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عدد من الخبراء المغاربة والدوليين المختصين في هذا المجال من كل من إفريقيا وأوروبا وآسيا. نتحول الآن إلى يومية رسالة الأمة،
وعلاقة باعتقال المغربي المتهم بتفجير متحف باردو بتونس، قالت اليومية إن الأمر يتعلق بنور الدين النيبي الذي أوضحت أسرته أنه بريء وليست له سوابق، وهاجر إلى ليبيا كعامل بسيط يعبئ خنينات الغاز، مضيفة أن المشتبه به يجهل مصيره إلى حدود الساعة، وأن حدث اعتقاله جرى على متن حافلة كانت تضم نحو 49 مغربيا قادما من ليبيا في إطار إجلاء المواطنين المغاربة على خلفية المعارك التي تشهدها ليبيا. نختتم جولتنا في الصحف المغربية الصادرة اليوم بيومية البيان. اليومية أفادت أن محمد حصاد وزير الداخلية وجه تعليمات إلى رجال السلطة بتجنب حضور جميع المناسبات التي يشرف عليها السياسيون في الجهات والأقاليم والجماعات، تجنبا لأي تأويل يفيد دعم السلطة شخصا أو حزبا سياسيا معينا مع قرب الانتخابات الجماعية والبلدية. وفي موعد قريب أيضا، لكن هذه المرة في الجانب التعليمي وقرب امتحانات الباكالوريا، إحداث 15 شعبة جديدة في نظام الباكالوريا المهنية. فقد أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن إحداث 15 شعبة جديدة في نظام الباكالوريا المهنية، بالإضافة إلى الشعب الأربعة التي كان قد تم إحداثها برسم السنة الدراسية الحالية. هذا إجمالا أهم العناوين التي تصدرت الصحف المغربية الصادرة اليوم. شكرا لك زميل نبيل عبد اللاوي من المغرب. ومع آخر فقرة في قالة الصحف، فقرة الكاريكاتير. إذن مشاهدي الكرام، بهذا نأتي إلى نقطة نهاية قالة الصحف. موعدنا بحول الله يتجدد غدا. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.